ما في مشكلة، تفضل. أربع أسئلة بعد سؤال واحد. أوكي. أنت أسئلتك إذا ما بدنا يعني نكون موضوعيين فهي يعني أسئلة قوية، ولكنها ليست بالإيجابية، وبالتالي من ناحية شفافية بالحديث أنا راح أجاوبك على السؤال اللي تفضلت فيه. عدد الموظفين الموجودين بحدود 1200 موظف، من هو مجاز وغير مجاز بحدود 149 موظف. لذلك تم مؤخرا طلب تعيين بدل مجاز، لانه انت حقك لما يكون في عندك موظف مجاز في اجازه خارجيه، يعني اليوم راجعني احد الزملاء عقده داخلي 1500 دينار ولا يوجد تضارب ما بين عمله وعمل المؤسسه، فاذا ما بدي يعني انطيه الاجازه بناء على تنسيب المدير المعني تبعه يعني بكون ظلمته. وكذلك من يحرز عقد خارجي بمبلغ كويس ويرفضه ايضا من ناحيه المواد والعملات الصعبه للبلد، يعني احنا الاداره في المؤسسه لا تنظر بشكل ضيق وانما بشكل كبير جدا وبشكل ليس عمودي بل افقي. يعني انا لما بدي ادرس الموضوع ما بدرسه من جانب هذا دواء هذا غذاء انا ما الي فيه، لا انا الي بالدواء الي بالغذاء ما اليش بالدواء، لا احنا بننظر ل اركان دوله كامله متكامله. بهمني الموظف يروح ياخذ ويحول لي 3000 دولار كل شهر كويس، لانه هو راح يشتري ارض، راح يعمر، راح يحرك سوق العقار، راح يشغل ايدي عامله، راح يرجع يساوي مشروع بغض النظر. فحق للموظف بعد فترة معينة وبنظام الخدمة المدنية الإجازة من دون راتب، هاي أحد حقوق الموظفين العموميين. بالتالي يحق أيضا للمؤسسة المطالبة بتعيين بدل مجاز، لأنه أنا ما بصرف له راتب، فبالتالي للقيام بالواجبات الموكولة للمؤسسة العامل الغذاء والدواء لابد من تعيين البديل. فما تم تعيينهم هم بدل مجاز وتم الموافقة عليهم من قبل الجهات المعنية، وهم أصحاب اختصاص إما في الدواء أو المختبرات أو الغذاء، والأسماء موجودة. لكن ما يزعجني هو تكرار نفس الطلب من بعض الجهات الرسمية والشعبية، إنه جداول وإن كانت قانونية، أنت تشير إلى أرقام وليس إلى أسماء. على كل الأحوال إحنا زودنا أرقام وزودنا أسماء، مش مشكلة، فهو حق للمؤسسة بموضوع التعيين. الآن أيضا من تم تعيينهم هم أردنيين ويحملون الجنسية الأردنية ولديهم أرقام وطنية أردنية ولم يتم استيرادهم من غير الأردن، وحاولنا في هذه التعيينات أن يكون هنالك توزيع عادل لكل المواطنين الأردنيين، بحيث أنه تم تعيين الحاجات حسب المحافظة. بمعنى أنا فتحت في مكتب في معان، تم طلب موظفين من محافظة معان فأخذ دورهم في ديوان الخدمة، ترتيبهم مش الكلي على المملكة، أخذ دوره وين؟ على المحافظة، حتى نكسب المحافظة، لأنه إحنا مش معقول أنه نضل ننقل إقاماتنا من محافظات إلى محافظات ينظر إلها بشكل أولويات حتى يتم التعيين. فكان في عدالة في موضوع التعيين. الكوادر اللي أشرت حضرتك إلها هل تكفي أم لا تكفي؟ أنا برأيي الشخصي إنه إحنا ماشيين بموضوع
استكمال التعيينات للفنيين، لأنه التعيينات السابقة كان يعني لديها أو عليها العديد من الفكرة. طبعا لدي أنه كل إداري يفترض أن يكون مقابله 3 فنيين، لكن تفاجأت بأنه أعداد الموظفين الموجودين في المؤسسة 49% إداريين و 51% فنيين، ومعظم أو يعني خلنا نقول رقم لا يستهان به من الفنيين تم تعزيز أدوارهم الإدارية على حساب الفنية بالمؤسسة. فالرقم الحقيقي من العاملين اليوم في المؤسسة لا يتجاوز 187 زائد 40، كم يصيروا؟ 227 موظف رقابي. موظف رقابي، وأعني بالرقابي هو من يعمل في التفتيش الدوائي والغذائي وأيضا المستلزمات، إضافة إلى موظفي المختبرات. جاوبتك سيدي؟